أزل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمالق جذور الأمازيغية. في الواقع فيه إلحاح شديد من أمازيغ ليبيا عموما، وعندي صديقي ملح جدا من مدينة أوجلا، صديقي العزيز محمد صابر، هو اللي أصر علي ندير الحلقة هذه ويقول لي أنت ديما تنطلق من جبل نافوسة، ليش ما تنطلقش من أوجلا وتتحدث من أوجلا وحسب خبرتك وزيارتك لأوجلا وتجميعك للمادة العلمية في أوجلا تجعل منها منطلق لأحد حلقاتك على الأقل. أنا نعدك صديقي محمد صابر أن الحلقة مش واحدة، حتكون حلقات عن أوجلا، ونبدأها بالخفيف بتعريف أو لمحة موجزة عن أمازيغ أوجلا وننطلق من بعدها إلى حلقات أخرى. وحدة التنوعات الأمازيغية أمر مفروغ منه تماما، وأمازيغية أوجلة عبر التاريخ وأمر كذلك مفروغ منه. التساؤل هنا هو التنوع الأمازيغي الأوجلي قداش يقرب وقداش يبعد من باقي التنوعات الأمازيغية وبالأخص بجبل نافوسة. طبعا هنيه النحو هو الفيصل، هو الأساس في تحديد هذه الأمور، ونضيف عليه المستوى المعجمي اللكسيكي. وجب علي القول أو البدء بالقول أن أوجلة عزلت عن بقية الأمازيغ عبر العصور. أوجلة أصبحت معزولة لفترة طويلة عن باقي الأمازيغ لأسباب تاريخية وظروف جغرافية، وهذا كله مش مجال حديثنا، لكن الانحصار هذا ازداد في الفترة الأخيرة هذه بسبب مجالها وفضائها الجغرافي، وكذلك بسبب التعليم العصري هذا، انعدام وسائل الإعلام الحديثة زي الإذاعة والتلفزيون وغيرها، وهذا جعل فقدان كبير في اللغة لصالح اللغات الأخرى زي اللغة العربية، وكذلك الهجرات من أوجلة إلى المناطق الساحل زي بنغازي وغيرها، فأبناء هذه المنطقة هاجروا، ولما رجعوا للأسف الشديد كثير منهم بهوية جديدة ونسوا لغتهم الأم، وهذا أدى وزاد في عملية الانحصار، وكذلك أبناء المنطقة نفسهم ربما يعني بسبب أو لآخر، وهذا مش موضوع أنثروبولوجي ولا موضوع علم اجتماع ولا أي شيء، أنا فقط نوصف وصف كامل في الانحصار اللي صاير في منطقة أوجلة، ولكن الآن نبشركم أن في صحوة قوية في أوجلة وفي ناس هلبة ترغب في العودة إلى لغتها الأم. والسؤال اللي يطرح نفسه هو هل أوجليين أمازيغ أو لا، وهذا طبعا بالنسبة لي نحن موضوع مفروغ منه، ولكن بعض الناس اللي هي طبعا بسبب الظروف ما تعلموش ما قروش ما شافوش ما رحلوش ما جالوش مناطق أخرى باش يتعرفوا على الأمازيغ، فإليكم هذه الحلقة كلامي عن جلان ناويلن أو كلام أهالي أوجلة. عفوا، أوجلة ذكرت في مراجع قديمة قدم التاريخ نفسها من هيرودوت إلى غيره، بل حتى في العصر الوسيط مثلا في الرحالة المسلمين وغيرهم أنها منطقة أمازيغية، وفي عصر الاكتشافات الأوروبية كذلك يجمعين جميعا أنها منطقة أمازيغية، بل حتى فيه مناطق حولها كانت تتكلم الأمازيغية، وهي المنطقة الأبعد شرقا في تمزغة عن اللغة الأمازيغية. طيب، أوجلة كتنوع أمازيغي زي ما قلنا صار له انحصار، وهذا الانحصار صاير بسبب البعد الجغرافي والأسباب اللي ذكرتها قبل شوية. هنا لازم نقول ونشكر شخصين من أوجلة نفسها استفدت منهم هلبة في تجميعي للمواد العلمية والأمثال الشعبية والكلام يعني والقصص والحكايات، اللي هم أحمد علي الشيخي وعلي عاشور القباص، ومنهم استقيت أغلب المعلومات اللي هي موجودة في كتابي اللي نتمنى أنه يخرج يوم من الأيام، كتابي عن أمازيغ أوجلة، حتى تكتمل المكتبة من غدامس إلى نافوسة إلى أوجلة إلى غات إلى الفقهة سوكنا وإلى المناطق الأخرى، معليش لو ما ذكرتش بعض أوباري والمناطق الأخرى. هني لا يمكن حصر كل الكلام على أوجلة في المشترك اللغوي هني في كلامي متاع توا، لكن أنا بس حبيت نبين أن أوجلة كقلعة صامدة وشاهد أخير من شواهد أمازيغية المنطقة كلها لازال تحتفظ بمشترك كبير جدا في المجال المعجمي، وناهيك عن المجال النحوي. هني ذكرت طبعا أوجلة راهي مش هي الأقصى في الشرق زي ما ذكرت قبل شوية، سيوة بل أبعد منها قارة، سيوة هي المشهورة ويعرفها أكثر الناس،
ولكن قارة هي ما زالت أبعد، وحتى هي زرتها وسجلت مع ناس فيها هلبة القصص والحكايات والأمثال الشعبية الأخرى. طيب خلينا نقول لكم اللي هو يحضرني من المعجم المشترك ما بين نفوسة وأوجلة من تسجيل حصل قبل 3 سنوات. مثلا طبعا الاشتراك مش نفوسة بس، الاشتراك مع التمازغة كلها، ولكن خلينا نجيب لكم في نفوسة بس، وهذا زي ما قلنا منقول على الشيخين اللي ذكرتهم قبل شوية. هان عندكم أجبر، عندكم أيور، عندكم أكسوم، عندكم تامورت، عندكم تيست اللي هي تيسيت، إيمين أمان، عندكم أوتشو، عندك تشومت، هذا حنتكلم عليه شوية بعد شوية اللي هي الشين والفوارق بينتهم. تشومت هي تسومتا، تسومتا أنادال، أمادال، موم اللي هو يوم ميم، وهذا حنتكلم عليه كذلك في حد البدء فيك. المهم بعدين مقر، جزل، تزورت، مش شك، مش كنت، تمست اللي هو الوسط، أقليم، إيمجر، أقوم، قوم اللي هو الوسط الراحة، أملال، قيمزين، إيردن، أدبير، تغارديمت. نحس روحي غريب يمكن عدد في الكلمات، بس غير بنقول لكم شوفوا الاشتراك في الكلمات بيننا. تغمي، تغمي، أبط، أفود، أطار، أفوس، أجيو، أجيو اللي هو الجاء اللي هو أوجا اللي هو السطل، إيمي، تاميرت، تجنزرت، إيلس، أول، تيسي، تسع زعمتك، تورا، تدوش، تديست، السين والشين تنقل ما بعدين، تقزلت، إيماني نو، دفر، ديتي زات، أنفوس، أنفيس، أظلماض. بعدين الأفعال، زر، سل، أوت، أزل، أزل، شينا، السينا، لوزغ، ماذا؟ إشو، إسو، أقن، يار، أر، أشيغد، أسيغد، أفيغ، إكر، أحرز، الشينا، السينا، سوسم، سوسم، آكر، إكش، إكس، إرول، أرف، أري، الباء حتى هي بنجيبها بعدين وانقلبها إلى فاء، إفك، تفوكت، تفوت، عفوا، تفوت، من غير الكاف، أشال، إشال، تمليلت، هذه الأوصاف، تمليلت يعني الأبيض، زقير، الأحمر، أورغ، الأصفر، شطاف، زطاف، الأسود، زيط، تزيط، ألوغم، تلوغمت، تفونست، أغيدد، طاغط، أوما، أولتما، أوتنا، هم يقولون مش أولتما، ملال، تلدنت، أوزل، حتى الجمعة، لقمت، تركفت. طبعا القائمة طويلة هلبة، وأنا ما شرحتش هني معاني هذه الكلمات ولا حاجة، بحكمكم تعرفوا المشترك اللي يعرف. المهم الكلمات هذه كلها أمثلة فقط من المشترك كله أخوي، لكن على الأقل قلت أن التنوع العجري يشترك مع نفوسه في هذه الكلمات. وجب القول كذلك يشترك مع أقدامس في بعض الصفات، فمثلا في أقدامس يدفع أداة إحنا مش عندنا في نفوسه أداة التذكير في بدايتها تحدى فوس وطار بدل من أفوس وأضار إلى آخره، هم يخلوا فيها في المفرد المذكر ويحذفوا فيها في المفرد في الجمع التذكير. فأنا أعطيكم بعض، هذا مشترك مع أقدامس، أقدامس حتى ما يديروا في نفس الشيء. مثلا الحصان أجمر في المذكر، المفرد المذكر، في الجمع جمارن، الرضيع إيجير، في الجمع جيرن، النوى أكشين، في الجمع كشينن، الديك أجاجيض، الجمع جوجيضن، إشك القرن، إشكيون، إشكر، شكيرن، أمليل، مليلن. طبعا هذا سبب هذا قلنا العزلة الجغرافية اللي عانت منها أوجيل عبر التاريخ، كانت سبب رئيسي في وجود هذه الخصائص اللغوية عندهم واللي نسموه فيها هنا طبعا تنوع من التنوعات الأمازيغية. طبعا في كذلك ذكرت قبل شوية تحول السين لشين في أغلب الكلمات تقريبا، فهم يقولوا مثلا تنست، تنشت، تسومت، تشومت، تسليت، تشليت، يصمد، يشميط، يستن، يستن، نتقاب، يشتن، يصغارا، أشغيرا، فلس، فليش، يغرس، يغرش، أسيرد، أشيرد، إسو، إشو، سنغ، شنغ، أسيغ، أشيغ، تجرست، تجرشت. هناك
حرف كذلك مع قرية تونين اللي هي تبع نواحي غدامس اللي هو الفاء بدل الباء في الغالب أو الواو الكاء إلى آخره. هذا بروحه طبعا الموضوع. تبورت الباب تبورت. بد إفدد. التابر التافر اللي هو يغلي. طبعا هذا كله يعني بس حبيت نقول أن فيه الإشكالية هذه متاع التبادل في الكلمات بين الباء والفاء. و بننبه بس أن بعض الكلمات وإن بدت مختلفة في بعض الحروف لكنها في الأصل واحدة. ونذكر طبعا القائمة كاملة لنفوسة والمشترك مع أوجلة بهي. هذه القائمة الثانية حتى هي مشتركة لكن أنا أفردتها بس لأن فيه اختلاف هنا حرف الفاء ولا حرف الشين السين قضوا حاشين والآخره في المشترك اللغوي. في الحلقات الجاية بنتكلم على النحو بنتكلم على الصرف بنتكلم على أشياء أخرى باش نبينوا أن حقيقة هو كله واحد وأن هذا الاختلاف راه مش حاجة كبيرة هلبة. التعليم يمكن أن يرجعه كله مع بعضه ويحطه في قالب جديد. مهمة التعليم الرئيسية هي إرجاع الألفاظ إلى أصولها والقيام بالتصحيح اللغوي إذا كان فيه هناك خطأ وكذلك إدخال الكلمات في المشترك المعجمي والتصحيح طبعا الصوتية واللفظية والآخره وإدماج هذا كله في المنظومة التعليمية. ونجيب لكم بعد ذلك كذلك كلمات لا توجد إلا عند أمازيغ أوجلة لا توجد في كل تمازغة وهذا كله في الحلقات القادمة. أنا بس نحب نجيب المشترك اللغوي بالمناطق الأمازيغية وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تنمير تنون وإلى اللقاء.